اكتتاب شركة أرامكو تقيم أصولها بما يقارب 2 تريليون دولار، نظرة طموحة ونظرة واكب العصر. ليش احنا ما نحارب تطوير اقتصاد؟ كل من يصور مصلحته هي المصلحة الوطنية. المشكلة عندما تتدخل السياسة في العمل الفني، هني يجيك الخراب وهني يجيك التراجع. الخطاب الحكومي يحمل تناقضات. أنا ما عندي عجز، أنا عندي سوء إدارة لمواردنا المالية. شلون يطلع المسؤولين ويقولون تم صرف 29 مليار ميزانية تاريخية في حياتك ما سمعت عنها؟ أين المنطق؟ إدارة سيئة للمال العام وهناك هدر كبير. تفشي شراء الأصوات وشراء الذمم من الممارسات السيئة في البرلمان أصبحت تسكب النفوس. شنو يعني النائب لا يحاسب؟ على رأس ريش النائب؟